ولكن خلينا نروح لزميلنا امير هشام بطل اليوم النهارده الحقيقه طبعا. يعني جايب لنا لقاءات جميله جدا من الامارات والنهارده اليوم حلو فالدنيا ماشيه فرحه. ازيك يا امير؟ طبعا يوم حلو يا كابتن اسلام. الحمد لله. تحياتي ليك، تحياتي لضيوفك، تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يوم مفرح، بس خليني في البدايه بس اعزي الشعب المغربي والامه العربيه كلها في وفاه الطفل ريان، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب. والناس يعني كلها كانت متابعه الموضوع هنا في البعثه، ربنا يرحمه ان شاء الله، وخالص تعازينا للامه العربيه كلها.